السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله بفيديو جديد. معنا عبد الغفيص، واليوم بنتكلم في هذا الفيديو عن حدث تقني جميل صار الفترة الماضية في الرياض، اللي هو افتتاح أكبر متجر دولي للهواوي في واجهة الرياض، كذلك حدث الإطلاق الإقليمي الهواتف هواوي P50 في الرياض أيضا. طبعا بكل تأكيد غطينا لكم الحدثين بشكل مباشر من خلال حسابي على سناب شات، كذلك تويتر وإنستغرام، لكن اللي حبيت أتكلم عنه اليوم بشكل أكبر هو كيف إن هواوي أصبحت لديها منظومة متكاملة، جلسة تكبر وكذلك الشركات تزيد، وهذا اللي شفناه خلال حدث اطلاق البي 50، كذلك افتتاح المتجر. طبعا متجر هواوي يعتبر الفلاجشيب ستور، شخصيا اعجبني المتجر، اعجبني الحجم الكبير، كيف اللي هو تنوع المنتجات وتوفرها بشكل رسمي في السوق السعودي، كذلك تواجد صيانه وخدمات ما بعد البيع واماكن للتدريب ومجتمع متكامل تحت سقف واحد. ايضا عندك ركن خاص بخدمات هواوي للجوال الاتش ام اس في متجر هواوي، وتقدر من خلال هذا الركن تجرب الخدمات والتطبيقات مثل استعراض كامل المتجر الاب جاليري وتتصفح التطبيقات، كذلك خدمات الفيديو والموسيقى من هواوي، ايضا البتل سيرش والبتل مابس وتقدر تجربها بشكل مباشر مع اجهزة هواوي المختلفة. ايضا في حدث اطلاق هواتف هواوي البي 50 تم التركيز على خدمات هواوي للجوال الاتش ام اس، والنمو اللي جالسه تحققه هواوي من خلال الاعلان عن شراكات محليه ودوليه، المتجر تطبيقات الاب جاليري واللي متوفر فيه اهم التطبيقات اللي نحتاجها بشكل يومي مثل الفيسبوك، تطبيقات كذلك شركات الاتصالات، هنجر ستيشن، تويتر، وتواجد ايضا شركاء جدد اثناء الحدث تم الاعلان عنهم مثل شركه الخطوط السعوديه، وشركاء يستخدمون اعلانات هواوي وتحدثوا عن نجاحهم معها. اشتغلنا بشراكة كبيرة مع هواوي، خاصة في هواوي آد، ودخل أخذنا كثير من الحملات الإعلانية، وصلنا بشكل كبير للعملاء مستهدفين بشكل مباشر، والحمد لله حققنا نجاحات كثيرة، وإن شاء الله تستمر هذه بشكل أكبر وأكبر وأكبر. شراكتنا مع شركة هواوي كانت من الشراكات الناجحة منذ أن وضعت تطبيق الكهرباء على الأب جاليري الخاص بهواتف هواوي، وحظينا بعدد كبير من الأشخاص أو المشتركين اللي حملوا التطبيق واستفادوا من الخدمات اللي نقدمها من خلال هذا التطبيق. أيضا كان في تركيز من هواوي على منتجات الـ HMS الأخرى مثل البيتل سيرش، واللي هو عبارة عن محرك بحث تقدر من خلاله تبحث عن أي شيء ببالك مثل الأماكن، المطاعم، الأخبار أو حتى التطبيقات، وحقق نمو كبير وأصبح ثاني أكثر محرك بحث استخدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أيضا في عندك لخدمة الخرائط البيتل مابز، صار يستخدمها الآن أكثر من 20 مليون مستخدم نشط، وتغطي أكثر من 160 دولة ومنطقة، وطبعا من خلالها تقدر أنك تستفيد من خدمات التوجيه وتحديد المواقع وأيضا اختيار الطرق بالوقت الفعلي. كذلك في خدمة البيتل وان من هواوي، واللي فكرتها أنها تقدم لك حزمة أو مجموعة خدمات مثل هواوي فيديو، أيضا هواوي ميوزك، وخدمة هواوي السحابية، وغيرها من الخدمات المدفوعة في اشتراك واحد. بكل تأكيد هواوي مستمرة بتقديم المزيد من الخدمات والتقنيات، وتربطها بشكل ذكي مع منظومتها أو الإيكو سيستم، وزيادة نمو خدمات هواوي للجوال الـ HMS، واللي شفناها اليوم أو سلطنا عليها الضوء هي مجرد مثال عليها. وبإذن الله بنقدم لكم تغطية مستمرة ومراجعة لأحدث الأجهزة والتقنيات من هواوي، فكالعادة لا تنسون الاشتراك واللايك، وأشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.